السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بفرض المرحلة الرابعة الدورة الثانية مادة اللغة العربية. إذا هذا الفرض هذا خاص بالمستوى الرابع مكون الإملاء. السؤال الأول: أملأ الفراغ باسم الإشارة المناسب. إذا عندنا هذان، ذاك، هذا. إذا الولد ذكي، نقولوا هذا الولد ذكي، يراجع دروسه ثم يطعم العصفوران. إذا نقول هذان يطعم هذان العصفوران الموجودان في ذاك. ذاك إذا ذاك ذاك القفص. إذا ذاك القفص. إذا ذاك اسم إشارة للبعيد، ذاك القفص. ندوزو للسؤال الثاني: أركب جملا مع أسماء الإشارة التالية: هؤلاء، هذه، هاتان. إذا هؤلاء الأطفال يقومون بعملية التشجير. هؤلاء الأطفال يقومون بعملية التشجير. الجملة الثانية: هذه. إذا غنقولوا هذه التلميذة، هذه التلميذة مجدة، مجدة في عملها، في عملها. هاتان، هاتان الطفلتان بارعتان في الرسم. هاتان الطفلتان بارعتان في الرسم. ندوزو السؤال الثالث: أتمم الجمل باسم موصول مناسب. الوالدان هما اللذان، هما اللذان أوصانا الله تعالى بالإحسان إليهما. الشجرة التي، الشجرة التي تنبت في التلة مثمرة. هم، هم الذين، إذا هم الذين رتبوا مكتبة القسم. إذا راه دايرين خطأ هنا، هما كتبوا الكلمة ولكن مردوش البال. إذا هم الذين رتبوا مكتبة القسم. ندوزو للسؤال الرابع. عندنا الهمزة، إذا الهمزة المتوسطة، وعندنا الهمزة المتطرفة. بوت اون، اذا بوت اون الهمزه ما تتكتبش على الواو، كتكتب على السطر. بوت اون. مؤذن، اذا مؤذن الهمزه مكتوبه بشكل صحيح على الواو، مؤذن. بئر، الهمزه ماشي على الواو بل على الياء لان قبل منها كسره. بئر. بدأوا، اذا بدأوا، اذا الهمزه على الواو. بدأوا، بدأوا لأنها جات مضمومة. بدأوا، أو عفوا هنا بدأ. إذن بدأوا هكا كتكتب، هكا بدأ كتكتب هذا الشكل، هذا بدأ. بدأ انكيسحب ليش بدأوا. دونك بدأ الهمزة على الألف، بدأوا الهمزة على الواو. سماء الهمزة على السطر لأن قبل منها سكون. سماء جاءت متطرفة قبل منها سكون. بدأ الهمزة على الألف. بئر الهمزة على الياء. مؤذن الهمزة على الواو. بطء الهمزة على السطر. إذا أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. طبيعة الحال موعدنا سيتجدد إن شاء الله مع نماذج أخرى خاصة بفروض المرحلة الرابعة دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.